آزاد پتیر وَإِلَّا اِلْمَسْتِ الْآلَى حَتَى اللَّهَ تَعْلَى دَفَارَ اَصْرِفَاتُ الْآلَى خَالِ وَهُوَ الْعَزِيزُ حَتَى اللَّهَ تَعْلَى الْعَزِيزُ عَزِيزُ قَيُّدِ بِالْمُوَافَظَةَ يُوَلْتَيْ مَزِيزُ قَيُّدِ او الْعَزِيمُ اَحْرِ مَتْمَالِكُ بِالْإِرْشَادِ ولو يواجد الله الناس ولو يواجد الناس ولو يواجد الله الناس هذا الشيء ولا ان لا نرى مخلوقات التي تريد ان تكون تريدان قولا نما ترى تعالى عن ذاك ان يدرك القول في المكان من ذاك من حسن بكر ولكن يؤخرهم الى اجل المسلم الله تعالى هل يكون في سلوكات ربانيه ولكن يوصلهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاثرون ساعه عشر فراق اجلهم عن الفرد ان يحذبوا جزاره مقدر وبرك بكلمه ثلاث يحذبوا عذاب ولوحي اذا لا يستاثرون ساعه نفس حالك لا يستاثرون اجل يجب ان يوصلوا الى ساعه يوصلت ولا يستاثرون ويجعلون لله ما يكرهون أذائع على الشكوى ويجعلون لله أجوريد أن لا نرى ربارا ما أغدنا يكرهون أجبت ذنب أنفسهم تزامن ربارا وتجد ورسنة أمه فضلا وتقول أولي جبت جنبه أن لهم الحسنى أتعلى ركروه بيانا أن لهم الحسنى أجل جيل بار حسنى لا جرم أحقر أن لهم النار أجل جيل بار قول وأنهم مفرطين وأنهم مفرطين لإفراد مخبرة سيدي إفراد مخبرة سيدي أدى مفرط مخبرة مفرطين لو أنهم مفرطين آخر ترجمة أو جيل مفرطين ويقول جيل وأنهم مفرطين أجل جيل مفرطين Thank you.
بعد المرور في الحرب سائقا افاقانا كوني تنسل بحيث للجانب المدرسون قدفارا ومن ثمرات النسل على المرور الكبيرنا والآناب يتعبدون أتتخذون أتتخذون من أسفرا أتتخذون تعبدون أنا شوروي تعبدون سكرا أنا شوروي تعبدون سكرا شراب شراب ورزقا حسنا أرزق حلال إن في ذلك كاشف رجل برحاية أقام صاحب ربي أقوم بفاريا سنون الشاكر بي وأوحى ربك إلى النحل وأوحى ربك أجيب مثل حاصر أي الهام جديد بلد ربك إلى النحل بجديمة كاشف رجل بفورك من الجبال في الجبال أفضل في كل تنكسر أن الجديد بكسر تقول تسار
ومنكم من يرد الى ارض الامور اباديه قاسما غدير يرد الى ارض الامور بقوه كبير اباد الامر قال لكي لا يعلم احد ان عاقبه الاله لا يعلم دين كله من بعد اباد عمي افضل كلنا شيئا فيه باته فلا الامور كله اطفئت كله ان الله عليم كبير ان الله عليم كبير الله تعالى علم دروسه قدرت دروسه والله فضل بعضكم على بعض انذا والله فضل بعضكم على بعض ذات الدلائل النفس فاستعاد معبود باطل لفار الله تعالى خبره والله الله تعالى فضل بعضكم فضلت بعضكم تاكل يوم البعض Thank you.
ممكن ان لا تلاو لحق ممنوع بتعيش كيف قادر او قادر مالك بفحر قصر القادر هل يمكن بأجل أختلف بلا بريدين؟ لا يجي بلا بريدين مستعصف مالك وفق الجارة ثم بلا هل يمكننا آيات وارا بلا بريدين؟ لا نجي بلا بريدين الحمد لله الحمد لله تاريخ جابك الله تعالى يبارا بل أكثرهم لا يعلمون بل يكثرهم لا يعلمون بالنسبة وضرب الله مثل الرجلين أبيان قول الله تعالى مثال رجلين أدبوا فكانوا أحدهما أبصم أسلوب بالجنود أبصم ولد أبصم وهو أسم إليه ولد أبصم رجال جنود لكن لذلك كيف لا يكون حسن على كل مكان لكن لذلك لذلك كل لا يكثر على شيء حيث قدرته لتريد شيئا من النطق والسماع من النطق والسماع وهو كلم على مولاه او حال ذلك به كلم بوجه على مولاه ومالك قربان اينما يوجهه اكن تركتم السيدنا لا ياتي بدور مراد من الذكور الكريم قربان هل يكتري هو ايا برا بريدي به ومن يامر بالحق او اعد ايامر بالحق اجي امر كيف كلام مفيد بان يامر بالعدل أمر بالكلام المفيد يعني يتكلم بالكلام المفيد ويسمع الكلام المفيد إذا قدر قوله بالكلام المفيد أو قول كلام المفيد وهو على صراط مستقيم أحال داره يجري فلار برابر باندي أنا دار برابر بي مجد برابر مفجر الخالق والمفيد إذا تجد الخالق جلال تعالى فائل متصرف وجلال الزيمة موجود جسور عالم الله تعالى عالم الله تعالى ولله غيب السماوات أخاذ الله تعالى رفاره أخرج مجيبات الأسمان والنجمة وما أمر الساعة أنه مؤامرة القيامة إلا كلمة البشر مجر فشان رب تستريه أو هو أقرب يا سير أسحل لدينا كلمة البشر قال بيد القرآن عبارت القرآن لكن الإنسان أو الحيوان يقارب الخرج الرب والجسد أو داخل هذا الغاشة الثاني لكن الإنسان يجب الخرج الرب عشان فلمس البشر أو هو إن الله تعجز الله تعالى على كل شيء قدير فهل شيء بان قادر به والله أخرجكم الله تعالى أخرجكم خلقكم فإذا تعجلان بطول أمهاتكم بطول دمود الدادنا لا تعلمون شيئاً ذات نقود فإستيبان وجعل لكم السماوات أجل قريت أسرع السماوات الغدو والأبطار السرد والأسرد أسينا لعلكم تذكرون أسير الطارة لتعطف في كريم عمل ألم يروا إلى السير آيات النزول مارغانك ألم يروا إلى السير آيات النزول مارغانك مذكرات في كون السماء مذللات جدري مذكر في كون السماء وفضاء واسعة جو السماء بالنسبة الثانية إلى سماء فضاء ما ينفقون ما يحفظهن عن السكون أنتما قلتم في خلوتنا إلا اللام جل وعلا إن في ذلك فتنسي آيات آيات لكون يؤمنون والله جعل لكم الله تعالى جعل لكم من بيوتكم جرجون بعد فارقكم بدون تاسكي سكنا آرا في بيوتكم تاسكي سكنا آرا أنا كتبت في إصرار هو تلك أنا تاسكي سكنا سكنا لكتبت في كورفة تشكت أو فرقت
فتزقوا الله فزور فتك اللي حرام فأقول الله تعالى لكم في بيوت الإنسان الله تعالى أصل حرام صار لفارق قاصر الصاف فزور فتكين فرأيك الإنسان تعالى لكم الله تعالى فزور صار لفارق ويقولكم على الفتورين صار لفتنا حرام وجعل لكم أجر بني تعالى فارمي جنود الأنغامي أجر أجر جنود الأنغامي أجر كرمون بطارونا من جنود الأنغامي كرمون بطارونا بيوتا كيني بيوتا كيني كنت رول لأسك كرمني أو جعل لكم جنودكم الله تعالى يقبل طلب الرجوع اخبار الجوده اخبار
رجوع قبل او ولا هم يستعطفون بعد استقرار مجهولة غير المجهول ولا هم يطلبون منهم العطف. انا بردنا سوال تحطبا طلبون سوال درجو الا يطلبون الجيب الوجه رب الجيبون وفلا يطلبونه طلبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب أشرت بهم حاجتا ظلموا بسلك درجة العذاب فلا يخففون من الدخول الدين ولا من دنيا أنا بدي جمال الدرجة. وإذا رأى الذين أشرت بهم العذاب أشرت بهم حاجتا أشرت بسلك درجة العذاب فالدرجة وجود قالوا لولده ربنا أورف دنيا هؤلاء شركاؤنا أتاما فلان دنيا الذين على كنا ندعو من دنيا جميع شهواتنا كل بغير كان وألقوا إليهم القول فألقوا إليهم القول أن لا أبغض إلا شركاء إليهم بالمشركين دا القول خبر إن كلك عاجزنا جدا 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 قام قاتل الجنة الذين كفروا على كسان يكبر كردي الذين كفروا على كسان يكبر كردي الذين كفروا على كسان يكبر كردي وشدوا عن سبيل الله أما نسير دلالة الله تعالى على جميع متعدد ضرر أو شدوا عن سبيل الله أما نسير خلق دلالة الله تعالى جدنا أم عذابا أن الجاتي سوء من ديرتا كبار عذاب دفاق عذاب بما شابه يسمي أفتوب كان سبي إستاذك ويوم نفت سبي أمتي تهيدا أفعار سرا بابتا فهر أمتي تهيدا يوم دواء وليس قديبان من أنفسه أجل أسنى بجنة وهي إذيه وأرجله إن أسنى بجنة دوابك إذيه وَأَرْجِلُهُمْ أَوْ سَعِيمُ إِلَّا إِلَاكِينَ اليوم نقصر على أفوائهم وتسلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يؤمنون وجهنا تشهيدا على هؤلاء أرادوا لقادوا على هؤلاء تجهيد كانبان ونزلنا عليك الكتابان لقرر الكتابا الكتابا كتاب بيان الذين يرون بيان كامل بحر کے ضروری وحدا انتایا تو رحمت کو بھی اجازت ہے جانے خبر بنی کرنا نے پالا ان اللہ علام بالحق والرحمن و ان دا یذ قربا ان دا دا ہے قران کریم کے مطابق رسول کے قائل ہے یہ دس عذاب پر اللہ تعالی اذا مدر دس عذاب دا ہے ہاں ان دس عذاب او آیا کله مستمند پر دوی کی بنو باندې چې احسان کول مخلوق سره او دې لري او دې لري احسان کول مخلوق سره او دې لري احسان کول مخلوق سره او دې دې څه دي او ظلم مکر دا یې کلی کوي مازا بنر ان الله يامر بالعدل الله تعالى امر كيف عدل باني والاحسان اتى احسان باني ان الله تعزيز الله تعالى يامر بالعدل امر كيف عدل باني والاحسان اتى احسان باني مدارك العدل هل اسماني جي دولي كله هل اسماني جي لا ذكر كبير ويسر يرد عدل يرد احسان احسان يستاق الشخص كتابان السلاجين تابو ذاتي بلن تابان السلاجين او عدل يستاق معاشرات نور مخلوط سرواحنا جاء تابان السلاجين مخلوط سرواحنا جاء تابان السلاجين تازام سبب لا يحسان لا مخلوط سبب سبب لا عدل او دا جارك سيدر جميع سبب تقوى او جارك سيدر عندي سبب تقوى وَبَارَكَ لَهُ فِي الْبَشَرِ تَقْوَاهُ أَنَا تَمَرُّ ذِكْرَ أَحْسَانِ مَقْرِئِ ذِكْرَ أَحْسَانِ
نتعرف في آخرت يا عباد وتحضر تكريم دنيا بطلاه برباره دنيا بطلاه برباره او تمسكت سلس عدده او احسان تكريم دنيا بطلاه عباد دنيا نظام تعالى الجوانب دنيا بطلاه او آخرت يرجع آخرت يرجع ان يرفع يرجع ان يرفع يا رجاء جديد يمين تبير في الكلمات وتقول تسليح خاندان تسليح تسليح لا تسليح تسليح لا تسليح ما قلت راح تسليح المواطن إن الله يأمر بالعدل الله تعالى أمر بالطاعة الباني والإيتان والإيتان باني وإيتاء بالقربى أقوالك باني بالقربى سلال قولنها أمنة عن المعزاء أدى الطبائق وحقنا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 فعلى توجيهها فعلى توجيهها أفضل توجيه بالنسبة وقد جعلت ملا حال دار المتعب بالنسبة الله تعالى عليكم دار قلباني تسليلا شاهدا تسليلا شاهدا أن إفادة لكي تبريكا إنسان إنسان فلت مقاهد إنسان مدغات ما نادى إذا إجوال الأسامة فلا قبر بعد الله تعالى إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين قدت غزاها أن يصبح لك تعلق به ولا تنقذ الإيمان بعد توجيهها إذا تعرفوا بكل نوع هذا الدين تعرفوا بكل نوع يا رسول الله أو جاء تعرف الملك وجاء في مقام سلطان هذا الدين الله تعالى مثال فرداته إذا عمل بذاته دعوة قبل التوحيد ما تقول ذاته لذلك لو كان بطول الإنسان سلف لما يكون الثالث من كما قام وسجاك من ذلك ما يقول الإنسان تمثيل ولا تكون مجرد أمره فشان لها رفضه نقذت غزلا أجمع سلوك غزلا عرفا تخبر من بعد قوة أفضل دوله لتارنا يكبر كلنا فضل دوله لتارنا أنقاطا 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 جاءت ما رجوتهم جاءت ما رجوتهم تتكتبون ايمانكم بقلم دينكم تتكتبون ايمانكم اجور ويتاك فتمون الفرق بقلم دينكم بيكارة من يتفلق بقلم دينكم بيكارة بفضل ان تكون امتنا هي اربع من امة دائعين لكرة تتكتبون تتكتبون ويجب فتكتبون لأجل ان أرجو وجه أن تكون أمة بموجود أمة داخلة هي أربعة هي أكثر مالا بأغجات بأعتبار زمان من أمة لأمة مؤمنة لتصل إلى هذه الختمة إلى أمة داخلة مال داري تعتبر بعيد أن تكون أمة هي أربعة أكثر مالا من أمة مؤمنة إنما خبر دار أن دار النكر أربعة إلى كافران أكثر ما لهم إلي ما لهم إنما يقول إن الله به قبر دار إسلام بيتاتبان الله تعالى به وزيادة كما لكاته وليقلهم الملك حبيب قال جوابه كتاب سفر الزكامل ما عالجه جريتا سوري في اختلاف مطوره ولو شاء الله بسر إلى غير الله تعالى إجبار على الإيمان لجعلكم أمة واحدة أن تجعلوا بإرسالنا إلى أمة ولكن جل من يجعل من جمرة إلا تعالى عزوك إرادته ولكن من يجعل هداية والإرادة إرادته ولكن قلنا أسوال بسر إرسالنا وما كنتم تعملون دعاوة إرسالك وعمل مصوره ولا تتخذوا إيمانكم أمنون ويتسمون أكبر دخلا بينكم في خيرية فلنسل وتجدنا قدم القرآن
منزلتا كي يغفر بالفتاة بعد الوجود يا فجر استقام الجنة وتجروح الدنيا أو بتجريدات وغزار بما فتر جائز ولستم كمن يكون بقر جلال الحلان ولستم عذاب عظيم ولا تشتروا ما تلقاس بحاد الله وواجيب حلا تعالى باني ثمنا كبيرا عوض الجنة إنما عند الله خير لكم الخبر دارا جسمين دار الله تعالى دير وجهتر رسال دفار إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفضوا آغت مكتاب سرا ينفضوا يفنا دفنا شوزي وما عند الله آغت جسمين دار الله تعالى بان فاس أغتا إليه ولنسي أنهم الذين ولنسي أن الذين صبروا أفسلقوا الدوحاء سبحانك وبروا استقاموا على التوحيد بسم ولا بالتوحيد بان تحجر به بأحسن ما كانوا يعملون وزياد أحسن على كريم تبان الجهود يعمل الكورو وبأحسن ما كانوا يعملون نبر وشهود بجزاء هر عمل ونزع الله تعالى بان أحسن على كريم يعملون بل حتى لا يعلمون بل تنتهي لا يعلمون
ماذن للآخران ونظر المالك الحمد الزوجة بنا دائما في قرآن دارو والسلوك بالجليل بجانا الثلاثانا حتى يتعاد بيكتب تلمدين حاضنه في مجبوط فيها جفاني جمعا يا ربي ودائقه بشارك مسلمانا وطارا ولقدنا له القسم بتعجيب وشير جنود أنهم بجنة كله بلية إنما خبرك عليه وحلمه تعليم والسيد كرتي قرآن بشر البلغاء مثال الذين يحبون اليه مغطى عرفت يحبون اليه ينسبون اليه كبير يفكر به كلام لك اعظم دعوه بعد وهذا لسان عربي مبين على قران الكريم كبدا عربي مبين فصيحا نصلي فصيحا بالعام كل جهه رسول الله مزارة الكبيرة لذلك لذلك الكبيرة أو نوع طبع العام كبيرة إن الذين لا يؤمنون بالله إذا تفضيل ستا كراني إن الذين أجسان لا يؤمنون بالله فيما نسا في رسول الله تعالى باري إذا يتوقع الله تعالى في العذاب ترنا إنما غفرتا في أكثر كذب الذين وفي تعليق وإنما أنت مستيقظ إنما قبل لا يكتري كذبا جوهي سلو قادتا سيمان بكاتر لا أحسود الله باني وولايكا أساس كانوا كاذبون أسود رجلني من سفر في الله كاذب بكري فاني أسالة باني أن يكتا لكري فلا تتكدون إيمانكم دخلا بين الكنسر تتكدون مجد تارك لا بكرواني بلده تاريخ آخر آيات لا تتكدون إيمانكم دخلا بين الكنسر فتنين جيكارة قولنا لا تفر بعد الإيمان من كفر بالله بعد الإيمان جاك كفر قليل فالله باني فرد إيمانيا جنور بسر من كفر بالله من كفر بالله أن هذا آخر جواب الجاك كفر قليل فالله تعالى باني بعد الإيمان فرد إيمان جدنا فحضره غضب من الله أن يكون باني جدك الزوان جدا غضب باني الله أنا دا مسجد الله استثناء دا مسجد الله استثناء دا يجيب قارا مسجد الله ها تعطي مسجد تنزيني بلا 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 مخلص إطلاع أو إجبار كي بيسير فرر باني كلمة الكفر وبيسير كلمة الكفر كلا فرقة تسيبنا إلا من إطلاع مدغلا نسيب إطلاع جغبان إطلاع وكريسا جبوي كريسي إطلاعا ملجئا تاما كامل إكراهاً ملجئاً تاماً كاملاً نفس إكراهاً حضرت الله تعيشه فكلمة رسول الله يقول لي يجبرك لحظه ملجئ إكراهي ملجئ إكراهي هاي كلمة رسول الله يبنى لبداً من إكراهي يبنى لبداً من إكراهي ما كلمة رسول الله ملاك لا تنسوه ويجب إكراهي الساق نوم جارة إذا كان زخم لديه أتي أتنا خبر أتري أنا جيب عن مصادر له أتي أتنا خبر أتري إذا أنا بيكري إذا أتي أتنا جيب على نجيب عن إكراه ملجع تام تام نجيب على كلمة السفر في وسط مصر في جيب إلا من إكري عامد العاصر في إكراه كثيرا أصدر سمت من إلان باني ولا سمن سرحا لكن آسي لكلاو في مصدر باني وصدر في اتباع القلب إيه وارا كافران جرزا وارا كافران دار كبيرا نعم دار صوتي بيدي سحبه حياة الدنيا في ورسيري أجمل مجيدة استحبه الحياة الدنيا ورسيري جنب الدنيا أغلى الآخرة من قاتلة ورسيري عن الله او دار الدنيا جل تعالى الى يسوس يكون كافران فاولا يتلقي داشتان وبغل يعظور وارد الله تعالى وجود الدنيا وبرسول السردي ميلان ويلا فداشتان من قاتلين تابا قلبي لا جرما حق العزيزة ورسل خارجي قوانيان دي ثم ان ربك ثم ركاتين بجيل فرد او تاكي فرمت تالي الذي مهاجروا اعتار فرق يجب كريم بعد ما قلوا فتبادوا جلهم يمجنون بالجرسين ثم جاهدوا يا جهاز جلدين وصبروا استقاموا الاستقامات كي داشرين ربك ربك من بعد افرت من غفور رحيم وكنت من يبان يوم مساسي فبقى يبقى غفور رحيم جلال تعالى بخور بين ربان سلا
باغ او قربان تا کو دلم سے جرا کی بات نہ خدا کی روحانی نصیا اجرب کی رکھن کرنا وہ وہ پار کو نہ سیما ہم نے اب لب کو جن کا خدا مر کے وہ ان کا دم نہ دی رب جن کے کے وہ ذرا پڑنا او مثلا کر یا کہ وہ ذرا پڑنا او مثلا کر یا وہ طالب استدار کی بکر عطا امر اللہ ولا تستاجی فحت والا عذاب راو فحت والا عذاب راو مدى حد المشوان فحت والا عذاب راو يوم تأتي السماء بجفان المدين تأتي هم قد يقول لك يوم تأتي السماء بجفان المدين فلا بيك حاسبة شريك مدى تستاجي راو لك لا تولى فرداتي بجيبا مدى لك لا تولى فرداتي مدى قد يعذاب راو مثال قال لك مكه موسم وضرب الله ابيان كريم الله تعالى مثلا قريه وضرب الله ابيان كريم الله تعالى مثلا مثل لا تصلوا ما نوراني وما نادى في وما نادى في عزيز وما نادى في فت وما نادى عبرت عزيز وما نادى عبرت وضرب الله جعل الله مثلا عجل كريم الله تعالى مثلا عبرت وجرنا لك لا عبرت وكلمة لتبرج عن قدر جعل قرية كانت آمنة أجر جنوب بآسل كانت آمنة جهودا قام الباني مطمئنة أفريقيا يا سيا رقوة رغدا لا تبدي إلا رقوة قرائد رغدا فراقا من كل مكان جهلنا قلنا من الشام أو اليمن من الشام اور یمن منافق اور یمن اور طائی مصیبات کو رہیں علاقوں ایک لکھ کے بارے ہوئے لیکن تو دین کی یمن پر بھی اور تو ان کی شام دین کی یمن پر بھی اور تو ان کی شام پر بھی صرف ہے زیارت کے پاس حالت علیہ السلام ہوا تھے وہی جاتے بیت اللہ خادمان اور بیت اللہ خادمان ولا رحل في بيت بيت كرسنا 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 بيت لا قرية آمين والآمين تولي تلك خوف أبنك ما تنوى نموت مائنة تولي تلك جوة لا آمين ومرك نوى أبنك مائنة وحبودة ومن دور كبرة وشبودة تقول مغمزم وعظماء نقام مقام مغزماء وإثمان خذتنا ولان بيورا فاهم أو فلاحي مملكتنا مولوى فلا فاهم او فلاحو مملکت دادو ممدو یور فاری او فلاحو مملکت ملک ارسے ملک ارسے ولی دیتا کی لگا تکنی لیلی جاتو ممدی ارسا تکروائی دیتا او لگا تکنی فا ام لانتو بھرکن کے مدارہ کرتے دیتا نیمان کو بنا قلبن اگر دیو تکو لگا حکومت ورکی دارو کیا ہم یو اگر وقت الملک اتبیر الملك بالفضل الملك حتى نظام بغير كلمات تسجيلات هذا نظام او غير تعقل الملك الدستوري ديمقراطي جمهوري معلقه بالخوف اشخاص واراء لا نظام الملك رائع لا نظام او غير تعقل الملك الاسلامي برندني تعريف الدرجه حمله كافه ولا مقتدى الغرض والسعي ام الجاد ولا مقتدى الغرض والسعي او بدون تاتي تقرب حمل الكافه ولا مقتدى النذر العقيم او بدون تاتي تقرب حمل الكافه ولا مقتدى النذر العقيم او بدون تاتي تقرب يوفر في جلد مصالح الدنيا وقف المزارع جمهوري نظام
مقتضاي بنا براتي جنيتنا المدر آخرين اور طرف آئے جنوی مستاشی آسل سے جنوی برمی تک فکر ہے جنوی مستاشی آسل جنوی برمی تک اور امت الاسلام ہم ادا على مقتضا ہم ادا الشرعی مقتضا للراحی مقتضا للمدر شرعی اور جس طرف آئے مصالحهم الأخروية بس النبي ذات العلماء وقت مزارعهم قال نوك الإسلامي قال لك إذا أمت بنيري مصالحة مزارعتي آخرت وارا مصالحة مزارعتي بنيري مزارعتي مزارعتي آخرت وارا مزارعتي مزارعتي جوابنا درها ومقتدار نظر الشرعي وكمت قائمور دا واجب واجب كمانا لفرق واجب كمانا لفرق ابن عابدين شامل كريم كما نسب الامام من اهم الواجبات ولذا حكمه على